بس استقال جورج قرداحي ولسه لبنان يبقى الوضع كما هو عليه. وأسوأ، موظف إذا كان مرتب واعتبري مليون ليرة، المليون ليرة كانت على زمن الدولار 1500 تعمل له 600 دولار، اليوم المليون دولار المليون ليرة ما بتعملوش 40 دولار، حيعيشوا ازاي؟ وضع مأساوي. تلاقي ناس لسه بيتحكوا بالسياسة وبيزايدوا على بعض ولا حد بيفكر بالناس. الناس مش هحكي، بس بدي اقول شغلي، عم بيطلعوا بالسفن من شمال لبنان من طرابلس، بيطلعوا بالبواخر، بيهاجروا بيهربوا من الفقر، بيغرقوا في المية، بيغرقوا في البحر. ده مؤسف، ده بيبكي. إن شاء الله لبنان هترجع تاني. ما مش حبكيكي هلا دلوقتي.